السلام الله عليكم، معكم الجميع على كرة فانز. إذن حلقة اليوم إن شاء الله غتكون حلقة متنوعة، غنتحدثوا فيها على العديد من الأشياء، خروج الوداد من دوري أبطال إفريقيا والتبعيات ديالو، العديد من القرارات تم اتخاذها من طرف الإدارة، سواء الاستغناء عن المدرب، الاستغناء عن خدمات العديد من الأشخاص. سؤال يطرح نفسه بقوة، هل المشكل الوداد يكمن في المدرب والطاقم التقني أم أن هناك مشاكل أخرى يجب حلها قبل فوات الأوان؟ الإعلام المصري يهاجم الحكم الكاميروني أليو نيانت، الحكم اللي كان خاض موقعة نهضة بركان وبيراميدز، ونتائج المسحة الطبية لليوم الثلاثاء بالنسبة لفريق الرجاء تثير قلق الجمهور الرجاوي والجمهور المغربي والزمالك في ورطة قبل مواجهة الرجاء. غنتحدثوا على هذه الأشياء كلها في حلقة اليوم. أنتم أيضا ما تنساوش تشاركوا معنا بالآراء ديالكم والتعليقات ديالكم. إذا نسينا شي نقطة ما تحدثناش عليها يمكن لكم تضيفوها في التعليقات ونتناقشوا كما هو العادة بشكل ودي. قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة، إلا عجبتكم الحلقة ما تنساوش تدعمونا بلايك، بارطاجيو الحلقة بالنسبة اللي كيشاهدنا أول مرة، تسجل في القناة ديالنا، فعل جرس التنبيهات باش يوصلك الجديد أول بأول، وما تنساوش تسجلوا في الصفحة ديالنا على الفيسبوك والإنستغرام، غنخلي لكم لينك في أول تعليق مثبت. ندخلوا في تفاصيل. إذن كما كان متوقعا، خروج الوداد من دوري أبطال إفريقيا بطريقة أقل ما يمكن وصفها طريقة لا تليق بفريق بحجم الوداد، كانت عنده العديد من التبعيات، العديد من القرارات تم اتخاذها في الأيام السابقة من طرف الإدارة، استغناء عن خدمات المدرب وكذلك مساعد المدرب موسامباو، طبيب الفريق، المعد البدني، وكذلك العديد من اللاعبين مرشحين على أنهم يغادروا فريق الوداد، النقاش انتهى العقد ديالو مع فريق الوداد، ولاعبين آخرين كيف ما قلت مرشحين على أننا نشاهدهم كيغادروا فريق الوداد في الأيام المقبلة. ولكن باش نكونوا صريحين، هل مشكل الوداد يكمن في المدرب واللاعبين فقط ام ان هناك مشاكل اخرى يجب اصلاحها؟ من وجهة نظري الشخصية مشكل الوداد هذه السنة يكمن في التسيير، يعني صراحة التسيير هذه السنة كان تسيير عشوائي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتنظر على ان البيان اللي صدره الناصري من بعد انتهاء لقاء نصف النهائي بيان كان واضح وقال فيه بالحرف الواحد على ان في بعض الاحيان يمكننا نرتكب بعض الاخطاء، ولكن يعني اول شيء يعني الاعتراف بالخطا فضيله، واول خطوه لاصلاح الاخطاء هو انك تعترف بها، وهذا الشيء اللي داره فريق الوداد، ومن بعد ذلك خص يكون الاصلاح بواحد الطريقه احترافيه ليس لامتصاص غضب الجماهير فقط. يعني باش نتفقوا على واحد الحاجه، الفوق ديال كره القدم الان اصبحت عباره عن مؤسسات، مؤسسه مكونه من العديد من الاشخاص، يعني كل شخص عنده واحد الدور مانوط على انه يديره، يعني شخص كيدير الماركتين، المتحدث باسم النادي، الشخص يعني مكلف بالامور النفسيه، يتحدث مع اللاعبين، يشوف المشاكل ديالهم كيف ما الفرق الكبرى كدير في اوروبا، يعني اشخاص كتكون بمثابه واحد السلسله، وكل شخص عنده واحد الدور معين، والاشخاص كلهم كيتفقوا على انهم عندهم واحد الهدف وهو خدمه المصلحه العامه وخدمه النادي. اما باش يكون شخص واحد يتحكم في كل كبيره وصغيره في النادي، هذه المساله كما كنقولوا اكل الظهر عليها وشرب، ومساله اثبتت فشلها. تنظر على ان يتوجب على فريق الوداد اتخاذ قرارات سريعه ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ولما لا تجلب يعني اشخاص يعني لاعبين سابقين ديال الوداد عندهم تجربه كيغيروا على الفريق كيحبوا الفريق، وتنظر على ان هذه المساله هذه لو طبقت انا متاكد على ان فريق الوداد غيرجع للمستوى الذي عهدناه، وايضا يتوجب على انك تتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل، لاعبين اللي يستحقوا على انهم يحملوا قميص الوداد، لان باش تحمل قميص الوداد ليس بالامر السهل وليس بالامر الهين. عموما ننتظر يعني كيف ما قلت البطولة المغربية على الأبواب الشهر المقبل، كذلك بطولة دوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل، يجب اتخاذ قرارات سريعة، ولكن يعني ماشي اتخاذ قرارات سريعة يعني التسرع، وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. ما بغيناش نشوفوا الوداد هذه السنة أيضا كيتعاقد مع 4 أو 5 ديال المدربين، العديد من الأخبار والعديد من الأنباء تتحدث على أن الوداد كيتفاوض مع الركراكي وكذلك البنزرتي، صراحة مدربين بجوج عندهم واحد التجربة، ومدربين صراحة سبق لهم وحققوا العديد من الألقاب. عموما نتمنى على أن هذه الإصلاحات هذه ترجع فريق الوداد للمستوى الذي عهدناه. في موضوع آخر، الإعلام المصري يشن هجوم قوي على الحكم الكاميروني أليو نيانت، حكم موقعة نهضة بركان وبيراميدز. يعني سبحان الله، بين ليلة وضحاها تغيرت الآراء. هذا هو نفس الحكم اللي من بعد اللقاء ديال الزمالك والرجاء الإعلام المصري تغنى به وقال على أنه يعتبر من أفضل الحكام في إفريقيا، ولم
يرتكب ولا خطأ في لقاء الرجاء والزمالك، وقدم لقاء كبير وحكم محترف بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بين ليلة وضحاها هذا الحكم أصبح ضعيف، أصبح ما عنده شخصية، أصبح على أنه حكم مسير، والبعض ذهب بعيدا وقال على أنه حكم مرتشي. يعني ازدواجية يعني في الآراء، يعني ما تفهم حتى شي حاجة. يعني تحدثنا على هذا الحكم بعد لقاء الرجاء والزمالك، وقلنا على أنه حكم المستوى ديالو متوسط جدا، وقلنا على أن هذا الحكم ارتكب مجزرة تحكيمية في حق فريق الرجاء، والعديد من المحللين المحايدين قالوا على أنه كان يتعين عليه على الأقل على أنه يعطي ضربة جزاء واحدة لفريق الرجاء. يعني ارتكب أخطاء كارثية بكل ما تحمل الكلمة معنى. وتفاجأت أنا شخصيا عندما تم ترشيح هذا الحكم لكي يدير نهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان وبيراميدز. أيضا في هذا اللقاء قدم لقاء جد متوسط، وارتكب العديد من الأخطاء الفادحة، سواء أخطاء في حق نهضة بركان أو في حق بيراميدز. ومن بعد ذلك كما كنقولوا نظرة الإعلام المصري لهذا الحكم تغيرت كليا. بعد ما كان حكم محترف وحكم من أفضل الحكام في إفريقيا، أصبح حكم هاوي من أفشل الحكام في إفريقيا، حكم لا يفهم شيء، حكم مسير. سبحان الله ما بقينا فاهمين حتى شي حاجة. يعني لما تكون القرارات في المصلحة ديالك أوكي، هذا الحكم مزيان معتبر مخير، ولكن لما هذا الحكم هذا يرتكب شي خطأ كما كنقولوا تقلبتي عليه، يعني في ظرف جزء من المئة. يعني تنظر على أن الجمهور واعي والجمهور محترف وكل شيء كيفهم في الكرة. يعني كنا شفنا على أن هذا الحكم جد متوسط، يعني صراحة حكم ما رشحوش على أنه نعطيه لقاء بحجم نهائي كأس الكونفدرالية. يعني وهذا لا يقلل من فريق نهضة بركان. يعني نهضة بركان قلت على أن هذا الحكم في لقاء بيراميدز ونهضة بركان ارتكب أخطاء سواء في حق بيراميدز أو في حق نهضة بركان. يعني ما غنعاودش نتحدث على هذه الاخطاء التحكيميه لانني تحدثت عليها في الحلقه اللي حللت فيها اللقاء ديال بيراميدز ونهضه بركان. بغيت نهضر صراحه على هذه المساله، وهذه المساله تشكل ضغط على الكاف، لاننا نعرف على ان لقاء مرتقب بين الرجاء والزمالك. يعني نتمنى على ان التحكيم في لقاء الاحد المقبل يكون تحكيم نزيه، يعني الفريقين ينزلوا داخل ارضيه الملعب ويلعبوا كره، واللي انتصر كما كنقولوا بصحته وراحته، ولكن انتصار نتمنوا على انه يكون بواحد الطريقه شريفه وبواحد الطريقه نزيهه. نتائج المسحة الطبية اليوم ثلاثاء الفريق الرجاء تثير قلق الجمهور الرجاوي وتثير قلق الجمهور المغربي. تقريبا الأمور ما زالت على حالها، يعني النتائج اليوم يعني تعافي شخصين وإصابة شخصين، ينضاف جبيرة إلى لائحة المصابين. صراحة الرجاء في وضع لا يحسد عليه، يعني ما عرفت صراحة يعني كيف سيتعامل. نتمنى على أن من هنا اليوم الخميس على الأقل الرجاء يتمكن من استعادة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، لأن الأمور إلا بقت هكا غيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل على أن الرجاء يمشي يلعب ما كاينش اللاعبين، تقريبا 14-16 الإصابة. كيف ما قلت الرجاء في وضع حرج، وأستغرب من بعض المواقع المصرية وكذلك بعض المغاربة اللي كيروجوا بعض يعني بعض الاخبار الزائفه، تيقول لك على ان الرجاء ما كاينش اصابات وهذه مجرد اخبار، وعلى ان اللاعبين كيدربوا وهذه مجرد خدعه تمارس من فريق الرجاء. صراحه في بعض الاحيان كنستغربوا من هذه الاشياء. هذه اللي عنده شي دليل واللي شاف فريق الرجاء كيدرب يمكن له يصورهم ويصيفط لنا التصاور هذه، عوض ما انك تنشر هذه الاشاعات. نتمنى على أن الرجاء كيف ما قلت يسترجع أكبر عدد ممكن من اللاعبين، ونتمنى على أن الرجاء إن شاء الله يكون جاهز 100% لموقعة الأحد المقبل. لقاء غيكون مصيري ولقاء غيكون حاسم بكل ما تحمل الكلمة معنا، ونحن يعني جميع الجماهير المغربية ستقف إن شاء الله وراء الرجاء وسنساند الرجاء بكل ما أتينا من قوة. فيما يخص الزمالك أيضا العديد من الأخبار السيئة، إصابة العديد من اللاعبين المؤثرين. كنا كنعرفوا على أن الزمالك لعب يوم أمس لقاء مهم في الدوري المصري ضد الإسماعيلي، وتمكن من انتصار بثلاث أهداف لهدف واحد وضمن المركز الثاني، ولكن هذا اللقاء حمل بعض الأخبار السيئة. إصابة اللاعب عبد الله جمعة المدافع الأيسر، وإصابة الوينش بنسبة 100% مستبعد ولن يكون متاح موقعات الأحد المقبل. لاعب مهم جدا، لاعب مؤثر، وقلت في حلقات سابقة على أنني أعتبره شخصيا أفضل مدافع في مصر في الفترة الحالية. أضف إلى ذلك الشك فيما يخص المدافع محمود علاء، يعني الوضعية دياله غير واضحة، الطاقم الطبي كيحاول على أنه يوجد اللاعب. عموما كيف ما قلت الغيابات
كثيره خصوصا فريق الرجاء، تقريبا 14 حتى 16 عنصر. نتمنوا على ان من هنا اليوم الاحد الفريقين يسترجعوا اكبر عدد ممكن من اللاعبين، ونتمنوا على ان فريق الرجاء يمشي ان شاء الله يوم الاحد المقبل ويدافع على الحظوظ ديالو بكل ما اوتينا من بكل ما اوتي من قوه، وان شاء الله غنوقفوا وراء فريق الرجاء، ونتمنوا على ان الرجاء يرجع بالتاهل، ولما لا يفوز الرجاء بدوري ابطال افريقيا ويكون عندنا سوبر افريقي مغربي خالص 100%. عموما خليوا لي الاراء ديالكم والارتسامات ديالكم والتعليقات ديالكم، وتناقشوا كما هو العاده بشكل ودي. الا عجبتكم الحلقه ما تنساوش تدعمونا بلايك، بارطاجيو الحلقه. بالنسبه اللي كيشاهدنا اول مره تسجل في القناه ديالنا فعل جرس التنبيهات باش يوصلك الجديد اول باول. ما تنساوش تسجلوا في الصفحه ديالنا على الفيسبوك والانستغرام، غنخلي لكم لينك في اول تعليق مثبت. كان معكم رضا من قناه كرافات، سلام الله عليكم. Shake it, baby.